شيخ مرحبا بك. حياك الله. الموضوع شائك ومعقد، ولكنه للأسف الشديد يتصاعد ويكبر في بعض الأماكن والأقطار، ومن حق الناس أن يعرفوا ماذا يجري وما هي الحلول لتلك الأزمة التي تعصف بالحركة الإسلامية. لكني في البداية أود أن أسألك عن الأسباب التي أدت إلى تفشي الخلافات والإخفاقات والانشقاقات داخل صفوف الحركة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الخلاف ظاهرة طبيعية في البشر لاختلاف مستوياتهم ومستويات عقولهم وإدراكهم ولتباين آرائهم في كثير من الأمور، فهو فطرة، وقد جعل الله البشر متباينين في آرائهم واجتهاداتهم، ولكن المهم هو تدبير هذا الخلاف والتخلص من سلبياته وعدم السير وراء الأهواء فيه والتعصب لأي طرف فيه، فهذا هو المطلوب. والخلاف جرى بين أفراد أفضل حركة إسلامية عرفها التاريخ، بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى إلى ما أدى إليه، وكذلك جرى فيما بعد ذلك في كل الحركات الإسلامية التي شهدتها الأمة. مثلا حركة الأمويين عندما نشأت كان الخلاف بين مروان والقيسية، وحصل فيه الحرب في مرج راهط وفي مرج الصفر، ثم كان الخلاف بعد ذلك بين الأمويين والعباسيين، وتعرف الخلاف الذي حصل داخل حركة العباسيين أنفسهم أو حركة آل البيت، انقسمت إلى الطالبيين والعباسيين، ثم بعد ذلك انقسم العباسيون فيما بينهم وقتل إبراهيم وتولى أخوه أبو العباس السفاح، وهكذا في كل الحركات نشهد هذا الخلاف. فهذا الخلاف إذن لا نضيق به ذرعا، ولكن نسعى لتدبيره. فالله سبحانه وتعالى حذر من آثار الخلاف وبين حرمته، فقال في كتابه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وبين أن الخلاف الذي ينشأ عنه عمل هو من مظاهر الشرك، فقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر وصية له سمعها أصحابه من الخلاف وأثره، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرقة والنزاع، وقال: إنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلذلك الحركات الإسلامية منذ نشأتها كما ذكرنا وعبر تسلسلها في التاريخ لا بد أن تختلف آراؤها في الأمور الاجتهادية، سواء تعلقت بالدين أو بالدنيا، سواء كانت من أمور السياسة أو من أمور الاقتصاد أو من أمور الاجتماع أو حتى في تدبير شؤون الحياة، أو حتى الاختلاف بين الأفراد في المطامع والمطامح، فهذا أيضا سبب من أسباب الخلاف بين الحركات. وقد حكاه الله في قصة بني إسرائيل من بعد موسى، كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال له نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فعندما يقترب الناس من المغانم أو عندما يأتي وقت اقتسام الكعكة، فحينئذ لا بد أن يسيل لعاب بعض الطامحين، ولا بد أن يتدخل الشيطان في الوقت المناسب لأخذ ثأره، وحينئذ يقع الخلاف والنزاع بين الناس.